ولا زي ما الكابتن رضا عبد العال مدرب كانت ماشيه معاه بالصدفه او بالحظ بما يرضي الله؟ لا او بما يرضي الله هو مدرب. لا خلينا نتكلم. لا بما يرضي الله انت قلت كده. ماشي والله ماشي. اتصل بيه طيب يرجعه. لا بما يرضي الله عشان نتكلم اسلام. لا فيريرا مدرب كبير ومدرب كويس. مش عشان انت قلت حاجه كويسه مش عن أخطاء. هو في اخطاء ما نقدرش اذا كان في اخطاء في ماتش السوبر, في اخطاء في المباراه بتاعت النهارده, لكن وارد ان انت فرقه كبيره تلم نفسك بسرعه. عندك لعيبه, عندك صفقات. هو عنده صفقات. لا عنده صفقات. هو الراجل من حقه انه يشوف. احنا بنلومه لما ما لعبش مصطفى شلبي في المباراه بتاعت السوبر. هو بدا بالمباراه النهارده, بدا بدايه كويسه جدا باداء جيد. شفنا الشوط الاول اللي كان فيه استحواذ وفيه هجوم, لكن النهارده الشوط الثاني ما اعرفش او اللخبطه اللي عملها ان انت بتطلع سيف الجزيري. النهارده سيف الجزيري ان انت ما عندكش. طب هتطلع سيف الجزيري يبقى نزل فيرويد النهارده. حتى زيزو النهارده يمكن انا بتفرج, زيزو بيلعب لنفسه ما بيلعبش للفرقه. حتى النهارده في بعض اللاعبين نزلوا في المباراه ما لهمش ادوار. يعني انا مش عارف ما لهمش ادوار, ما بيدافعوش. الكره بتبقى معاهم بيلعبوا, مش معاهم, مش موجودين في الملعب. في اخطاء في نص الملعب النهارده. ما مش شايف دور لعمرو السيسي. انت راجل بتدافع بس, انت جاي عايش. في لعيبه عايزه تعيش في دور طارق حامد, مش هتعرف لان هو الراجل ده اللي بيعملها وبيشغلها بشكل كويس. النهارده روى. حتى كمان في توتر لبعض اللاعبين. حتى الاصابات اللي احنا شفناها اسلام, الاصابات اللي بتيجي للعيبه. رؤى النهارده محمد عبد الغني, قبل كده فتوح. رؤى اتصاب, طلع والله اتصاب يا عم. لا هو اللي غيره. ما هو كابتن, ما الراجل اشتكى. هو لا كان اشتكى من كان اشتكى يا كابتن. اشتكى وخرج, مع انه كان عامل مباراه كويسه, لكن في اخطاء. النهارده انا بلعب الشوط الاولاني كانوا الاثنين هايلين وراكبين الجيم ومستحوذين ومركبين فرقه الزمالك. لا انت بتتكلم يا كابتن في ضغط او في لود على بعض اللعيبه, لكن في اخطاء من فيريرا في الماتشين دول. لا في اخطاء مش هيحصل زي السنه اللي فاتت ان انت تلعب باي حد وتكسب, لان كل الفرق ابتدت تحفظك وابتدت تعرف انت بتلعب ازاي بالطريقه ازاي. لكن انت النهارده حتى لما بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي, لا النادي الاهلي فرقه كويسه. النهارده بتلعب بناشئين, بتحاول تحط ناشئين. لكن انت فريرة نقول ان احنا خسرت, كسبت دوري وكاس وعملت ماتشات هايله, لكن انت بتطلع مبررات. لا في اخطاء في الملعب. النهارده زيزو بيلعب لنفسه. النهارده في لعيبه ما تلعبش. النهارده انت عندك عبد الله جمعه باك ليفت, هو البديل اللي بقى موجود. لاعب محمد عبد الشافي في الحته دي. هو محمد عبد الشافي لسه ما اكتملش. يبقى عبد الله جمعه كابتن. لكن انت النهارده بتغير الطريقه او بتلف الطريقه ثلاث اربع مرات في الملعب. لا ده غلط. النهارده بجيب زيزو وعمر جابر بيلعبوا ناحيه اليمين, لا ما عدوش ناحيه اليمين, برجعهم ناحيه الشمال. يعني نيمار النهارده انت بتبوظ لعب الفرقه. يعني انت اللي بتبوظ لعب الفرقه. حتى النهارده لما طلعت سيف الجزيري اديت لي استحواذ لفرقه انبي. النهارده الاثنين السردباكين بيلعبوا براحتهم, بقى في زياده عدديه, لكن هو حتى لو وحش ما تطلعوش لان كان محطه كويسه ويبتدي يستلم ويقف على الكوره. لكن فيريرا لا, فيريرا يعني انا بقول يعني ورزق على الله. لا فيريرا ابتدى مفيش, يعني مفيش جديد, ومش هيقدم جديد لنادي الزمالك في الفتره الجايه. مش هيقدم جديد لنادي الزمالك؟ لا لان واضح ان في مشاكل في الفرقه. اللي جاي فين المشاكل؟ لا في مشاكل يا كابتن. النهارده لما بتخرج, يعني انت النهارده بتخرج لعيبه وبتخرج فرق. النهارده لعيبه مش ملتزمه, لعيبه بتادي ولعيبه مش قد. لكن فيريرا لا, رحيل فيريرا في نادي الزمالك عشان تقدر تعيد المسار تاني. يبقى فيريرا يرحل من نادي الزمالك عشان تقدر الفرقه تقف على رجلها. يرحل؟ يرحل طبعا كده مره واحده. طبعا, لان انت عامل صفقات كويسه. يعني انت النهارده زكريا الوردي لا ما شفتوش, ما حسيتش بيه يا عم. ما نزله في الاخر ده. لا يا عم ده منزله في الاخر. محدش هيستحمل حد يا اسلام. لا حتى في النادي الاهلي برضو او حتى في المصري او الاسماعيلي مفيش فرقه هتستحمل المدير الفني بالنتائج. حتى النهارده وهنشوف استقالات كتيره الفتره الجايه, خصوصا ان الدوري سخن من بدايته. لا اي حد بس الزمالك لا خاصه هيقعد. لا دي حاجه بتاعتهم, ممكن عايزين استقرار, لكن هيقعد ويقعد يالف. ايوه الفرقه هتبقى في نيويورك. لا هم في الزمالك عندهم قناعه كمان بفريرا. لا والجماهير كمان. والجماهير وفي نفس الوقت هو الراجل مدرب كبير. يعني مش عشان خسر ماتش وتعادل ماتش يبقى مره واحده هنطلع نقول ان المدرب بعد ما كانت الناس بتقول عليه البروفيسور باسم رضا عبد العال. بس ايوه كده قول كده قول الصراحه. لا في ناس ابتدت يا كابتن, في ناس في ناس طلعت من القلب ده. باسم رضا عبد العال كان كل الناس بتقول عليه البروفيسور ولا زال على فكره. لا بس عايز اقول لك على حاجه. الكابتن رضا عبد العال لما كان بيتكلم على الراجل بيتكلم على الراجل في عز ما بيكسب,
انا ما في بعز ما بياخد بطوله وكان فنيا على فكره احسن من كده وتغييرات ولان اللعيبه كان بتلعب يعني. لكن انا الفتره دي انت عندك لعيبه كويسه وعندك صفقات كويسه لكن انت النهارده بتطلع مصطفى شلبي ليه؟ انت بتشده من الملعب ليه؟ الله ينور عليك. انت النهارده الراجل لعيب الراجل لعيب كويس وعامل لك شكل وبيروح والدنيا حلوه، طب انت ليه بتخرجه؟ بتخرج سيف الجزيري ليه؟ انت بتالف كابتن ابو دبك ركز معايا انا ما انا بقى لا ما لعبتش لا عبد الله جمعه من البدايه النهارده ما انا قلنا كده قلنا عبد الله جمعه ما بتلعبوش على عدلته ليه ما انا بقول لك كابتن رضا